اليوم كان مرهم واحد مرحلة تاريخية في منطقة حي الحسني، وهو تداول على تدبير الشأن المحلي من فرقاء سياسيين إلى آخرين في عملية انتخابية مرت في أجواء ديمقراطية. كما لاحظتوا احترمنا يعني جميع يعني القوانين اللي كيتطلبها في الملزمة لهذه العملية، وفرزات لنا كما شفتوا مكتب منسجم ورئاسة في شخص عبد ربي، واحترمنا كذلك الميثاق ديال الاحزاب الثلاثه اللي كان توقع. وبالتالي اليوم حنا تحملنا المسؤوليه بصفه عامه علنيه، واظن بانه هذه المسؤوليه خصنا نكونوا واعيين بها، خصنا نكونوا قادين، وعندنا تصور حقيقي مع وخاصه الشباب والكفاءات اللي هي معنا ان شاء الله، باش غتكون اضافه كبيره لمنطقه حي العسانيه، باش سنعيد الاعتبار لهذه المنطقه على عده مستويات، وسنحاول يعني بجلب كل ما يمكن ان يسعد هذا المواطن ديال منطقه حي العسانيه، وكل ما يمكن ان يعيد الكرامه لمنطقه حي الحسني بجميع يعني اطرافها، من مركزها ووسطها الى محيطها، من احيائها المتوسطه الى احيائها الفقيره، الى احيائها يعني التي يعيش فيها البسطاء. وبالتالي سنكون يعني رهن اشارتهم، سنضع تصورا ان شاء الله بشكل مشترك جماعي ما بين الفرقاء السياسيين وكذلك المجتمع المدني اللي هو عنده افكار وعنده اقتراحات. انا اتكلم عن المجتمع المدني اللي كيجيب بافكار واقتراحات، مرحبا به، باش نخرجوا على الاقل في السنتين الاولتين بعض المشاريع الى الوجود، وغادي ندخلوا كذلك لحل اشكاليات الملفات العالقه الحي الحسني. غنديروا كل ما في جهدنا، نتضافر الجهود مع اخواننا في المدينه الدربيضاء، واخواننا واصدقائنا في مجلس العماره حي الحسني، واخواننا اللي يمثلون كذلك في جهه الدربيضاء، وكذلك السلطات، نشكر السلطات المحليه اللي سهرت معنا على هذه العمليه بشكل يعني ديمقراطي وقانوني 100%، وسنكون في حاجه الى مساعدتها في حل مجموعه ديال الاشكالات المطروحه في الحي الحسني، ونتمنى التوفيق الى هذه المنطقه ان شاء الله.